بسم الله الرحمن الرحيم. دي الجزء الثاني بالنسبه لعرض المبادرات الراقده، الافكار الرائده في مجال المشروعات الصغيره والمتوسطه. والنهارده طبعا معانا نماذج من الشباب، والحمد لله معانا عنصر المرأة عشان نبقى عنصرين للمرأة. أربع نماذج هندي لكل نموذج منهم 10 دقايق أو أقل، يعني على قد ما يفهم. شركة برمودا والأستاذ موسى مصطفى موسى أحمد حسن، دي شركة في إعادة تدوير مخلفات التصنيع الزراعي الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي. طبعا هو هيشرح الفكرة بتاعته وهيشرح الموضوع بتاعه كله. ومعانا المهندس محمد صباح من شركة شيتوزان ايجيبت، شركة مصرية متخصصة في استخلاص مادة الشيتوزان من مخلفات قش الجمبري، ودي مادة خام أولية للشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج المبيدات ومنتجات المكافحة الزراعية. المهندسة مروة ربيعي صاحبة شركة حلول لتكنولوجيا المنزل الذكي. الأستاذة أسماء سيد أمين شركة فكرة تكنولوجيا الصناعات اليدوية. هنبدأ بشركة برمودا. جاهز؟ برمودا من الصعيد. برمودا موسى أحمد حسن من شركة برمودا. شركة برمودا بدأت من محافظة جنة. ليه بالتحديد محافظة جنة؟ لأن محافظة جنة محافظة زراعية. وبيئات العامة إنها محافظة زراعية وجود كمية مخلفات عضوية بتؤدي لمشاكل كتير. المخلفات دي متمثلة في مخلفات مصانع السكر واللي بتزيد عن 130 ألف طن، بالإضافة لمخلفات الموز ودي بتزيد عن 200 ألف طن، زائد مخلفات الجليد. المخلفات دي بيتم التصرف فيها ازاي؟ بيتم يا اما حرقها او القاها على جوانب الترع او النيل، تمام؟ بتسبب مشاكل صحيه ومشاكل بيئيه. احنا في برمودا فكرنا ازاي ممكن نحل المشكله دي. بطبيعه الحال احنا موجودين في نفس البيئه، فاحنا لو ما فكرناش في ليها محدش هيجي من بره يفكر لنا في الحل بتاع المشاكل بتاعتنا. قدرنا في الاول ناخد المخلفات دي ونحولها لاسمده عضويه. بدأنا بمنتج كنا بنرمز له بالشكارة البيضاء. المنتج ده كنا بنستهدف بيه شركات الاستصلاح. ليه شركات الاستصلاح؟ لأنهم كانوا بيبقوا محتاجين منتج سعره رخيص، وفي نفس الوقت بيساعد التربة على الاحتفاظ بالمية، وفي نفس الوقت بيكون فيه نسبة من العناصر اللي بتتقدم للأرض. المنتج ده كنا بنعمله في الأول من مخلفات مصانع السكر. بعدين بدأنا بالمنتج الثاني، ودي تعتبر نقطة القوة الحقيقية لبرمودا. المنتج الثاني كنا بنسميه منتجك متفصل على مقاس 4. المنتج ده بيتعامل ازاي؟ كنا بنبدأ بنسأل العميل أولاً إيه المشاكل اللي أنت بتواجهها في التربة؟ ثانياً أنت إيه الهدف من الزراعة؟ هل أنت بتزرع حاجة محلي ولا ناوي تصدر؟ بعدين ايه نوع المحصول اللي انت بتزرعه؟ ومن هنا قدرنا نفصل منتج عن المنتج ده على حسب احتياجات الاب. واحنا الشركه الوحيده في الشرق الاوسط اللي بتعمل النقطه دي. ده بالنسبه للمنتج الثاني. برمودا مش بس بتحل مشكله المخلفات، احنا كمان بنساهم في حل مشكله نقص المياه، لان احنا بنقدم منتج بيزيد بيساعد الارض على الاحتفاظ بالمياه. بنساعد في حل مشكله الانبعاثات الحراريه، لان احنا بنقلل من حرق المخلفات اللي بيتم حرقها. احنا كمان بنساعد في حل مشكله المظالم، لان احنا بدانا بنشغل معانا عماله، لان الصناعه بتاعتنا بتحتاج لعماله كتير. احنا كمان بنساعد العماله. احنا حاليا وصلنا لاكثر من 21 عامل في الشركه. الانتاج بتاعنا اتطور. بدانا من 2015 بدانا ب 150 طن، بعدها بدانا بقى 250 طن، بعدها السنه اللي فاتت 2017 اشتغلنا ب 900 طن. السنه دي 2018 احنا بنستهدف ان احنا ننتج وان شاء الله نبيع اكثر من 15
1000 ضيف، وده لان احنا قدرنا ندخل استثمار لمحافظه جنة بيزيد عن 2 مليون جنيه. وفي نفس الوقت في الفتره الجايه ان شاء الله هنتوسع في محافظات الصعيد ما بين اسيوط وسوهاج وإلى، وان شاء الله في المستقبل نبقى في مصر كلها. دي باختصار كانت برامج. شكرا لحضرتك. يعني مش حابب اتكلم عن مشاكل كتير، بس انا هتكلم على يعني اكبر مشكله كانت قابلتنا في الاول، وتقريبا الاساتذه اتكلموا عنها. كانت اكبر مشكله بتواجهنا ان احنا نحصل على ارض نشتغل عليها. في البدايه كان زارنا وزير التجاره والصناعه في محافظه جنة، وكان بشكل مباشر قال للمحافظ انا مهتم بالشباب دول ويا ريت تساعدهم انهم ياخدوا ارض. الكلام كان كويس جدا، بس بتوع السياسه بيقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل. بدانا بعدين عشان نحاول ناخد الارض، تهنا ما بين المكاتب بتاعه المحافظه من مكتب كذا لمكتب البيئه للمجلس المحلي، وفي النهايه كانوا بيقولوا لنا في قرار صادر من مجلس الوزراء اللي هو ممنوع دخول مشروعات تدوير المخالفات داخل الاراضي الصناعيه. طب ازاي ممنوع دخول مشروعات تدوير المخالفات داخل الاراضي الصناعيه والمحافظه نفسها عندها مصنع تدوير المخالفات داخل المنطقه الصناعيه؟ في نفس الوقت في الخطه الاستثماريه بتاعتها بتاعت 2018 عندكم بتقول ان احنا بنستهدف 2 مصنع اسمده عضويه، واحد في المنطقه الصناعيه بجف، واللي انا ببعد عنها في المكان الاولاني 100 متر بالظبط، والمشروع الثاني بتستهدفوه في نجع حماده. فدي كانت اكبر عقبه واجهتنا في البدايه. حليتها بان انا اخذت ارض ايجار من واحد بيمتلكها من الاهالي هناك، بس دي بتعمل عليها بترفع التكاليف بتاعتي لاني باخدها ايجار، تقريبا بدفع اكثر من 35,000 سنويا ايجار. ده بيرفع معايا التكاليف، وبالتالي بيقلل من نسبه الميزه التنافسيه بتاعتي في السوق. فيا ريت لو في حل ليها تبقى نقطه كويسه جدا. مهندس محمد صفوان. طيب قبل ما ابدا، بس يعني في حاجه كلنا بنعملها، اي حد هنا بياكل جمبري مش مؤشر، بعد ما بياكل بيلم قش في الاخر يرمي في الزباله. انا محمد صباح من شيب ديزاين ايجيبت. ايه هي شيب ديزاين ايجيبت؟ احنا شركه بايوتك مصريه متخصصين في صناعه شيب ديزاين. ايه هو شيب ديزاين؟ شيب ديزاين دوت ماده عضويه بتحط في ساعات كتير، ليها اكثر من 250 تطبيق، بتستخدم مقشرات عامة سواء قش الجمبري، قش الكابوريا، السيم السابوني، الصراصير. طيب انا صوتي مش واضح ولا ماشي. شوفزان ديت مادة عضوية، هي باي ماتريال. أول حاجة الشوفزان دي بتستخدم كمادة خام، عشان كده ممكن يكون معظم اللي قاعدين ما سمعوش عنها قبل كده. بتستخدم في ايه؟ هي بتستخدم في صناعات كتير اكتر من 250 تطبيق، سواء في الزراعه، سواء مواد تجميل، تحليه ميه. بتستخدم في بعض الاحيان كمواد تخسيس، لو حد يشوف اعلانات في التلفزيون بعض منتجات تخسيس كمان الشيتو زان. الشيتو كان ممكن يكون كاتين عارف فيهم. احنا فين دلوقتي؟ احنا حاليا في شيب زان ايجيب، احنا شغالين في القطاع الزراعي، بنشتغل مع المصانع والشركات. احنا الاول في القاهره، احنا مكان في القاهره مش في الصعيد. احنا بنشتغل مع المصانع اللي بتصنع الموبيلات الزراعيه ومعزات النمو، بنعمل ايه معاها؟ دلوقتي شيب ديزاين في مصر هي عالميا ماده معروفه، لكنها في مصر مش معروفه قوي للقطاع الزراعي. فبالتالي احنا لما دخلنا قطاع السوق الزراعي في مصر كان في نوعين من العمله بتعمل معاها. نوع عرف ايه هو شيب ديزاين وبيستخدمه بالفعل، ونوع ما عرفش ايه هو. فبالتالي احنا لما حاولنا ندخل مع القطاع الاكبر اللي هو النوع اللي ما عرفش ايه هو شيب ديزاين وهي فوائده، اضطرينا نعمل حاجات كتير. ان احنا مش بس بنستخرج ماده الشيب ديزاين ونبيعها على طول، لان احنا مش هنقدر نبيع حاجه لحد هو مش عارف هي بتستخدم فيها وبتعمل فيها ايه. فبالتالي ابتدينا نشوف حاجه ثانيه عشان نقدر نوعي السوق، ان احنا ابتدينا نعمل تجارب خاصه بينا، ان احنا نمسك السوق العمليه الزراعيه من بدايتها، من اول ما بيجيبوا البذور لغايه ما بعض الحصاد، ونشوف ايه المنتجات اللي بتستخدم فيها. الشيب ديزاين ده بيستخدم في ايه؟ في زراعيه. قبل الحصاد بيستخدم ان هو
بيستخدم في معالجة البذور اللي هو بيمنع الأعفان والأمراض المختلفة، وفي مرحلة الزراعة نفسها بيستخدم كمضاد لبعض الأمراض زي النماتودة، وبرده كمعزز للنمو. وبعد الحصاد في حاجة يعني خبر يعني حلو ووحش في نفس الوقت، في محاصيل كتير السنة دي مصر كانت بتصدرها رجعت، زي السودان كانوا بيصدروا بطاطس، روسيا، استراليا، دي رجعت بسبب أسباب مختلفة، بس أكبر سبب إن هو بيكون في حاجة اسمها متبقيات. المتبقيات ديت وقت بعد الحصاد بيتم رش حاجات على المحاصيل ديت بحيث إن هي تحتفظ لمدة معينة وقت التصدير. للأسف الحاجات دي كلها بتكون كيماوية وبعضها مسكرة. الخبر ده وحش، لكنه بالنسبة لنا إحنا كان كويس. إن الناس بتبتدي تتجه بدل ما هي كانت بتستخدم مواد كيماوية بالظبط تستخدم مواد طبيعية، فدي كانت حاجة ودي صالحنا إلى حد ما. شوف زي مادة عضوية ملهاش أي أضرار. إحنا في شيبزان إيجيبت عارفين أو معتمدين إن إحنا مبدئياً إحنا شركة لأنها شركة شابة وداخلين في السوق كله معتمد على صحاب الشعر الأبيض واليوم طريقة كلها معينة في الزراعة. فاحنا عارفين ان البحث والتطوير هو دوت القوه اللي معانا. فاحنا عندنا في شيبزان ايجيبت بجانب ان احنا بننتج، احنا شغالين في كذا قطاع دلوقتي غير الزراعه، احنا شغالين في قطاع مواد التجميل حاليا بنطور بعض المنتجات مع بعض الشركات، وفي نفس الوقت في شركات صيدله برضه بتبدا تتعامل معانا في بعض المنتجات الطبيه زي الدمادات وكروت الجراحه وحاجات زي كده. فاحنا عارفين ان البحث والتطوير هو الاساس بتاعنا. فالجانب دوت واخد جزء كبير مننا، وعشان كده برضه عشان بس في طلبه كتير هنا، فلو في حد بيدرس بايو تكنولوجي وشغال في بعض الابحاث لها علاقه بالبايو تكنولوجي سواء شيبزان او غيرها، احنا بنوفر لو انت هتعمل حاجه لشيبزان احنا بنوفر ان احنا نوفر لك الماده الخام ديت، وفي نفس الوقت المعمل اللي عندنا ان احنا بنوفر لك ان انت تسجله. ده بس تهديد، ده تقريبا احنا بس ده شيبزان ايجيبت. بس انا كنت حابب اضيف حاجه، ان في حد كان بيتكلم امبارح على موضوع المشاكل اللي في مصر ومش عارف الدولار والاسعار والضرايب وحاجه زي كده، بس انا شايف او احنا شايفين في شيبزان ايجيبت ان دي كلها مش مشاكل، دي بالنسبه لنا احنا فرص. يعني انا كمصنع لماده كان بيتم استيرادها من الصين قبل تعويم الدولار، يعني ده كان شيء ضدي، لكن بعد تعويم الدولار ده ساعدني كتير ان انا اكبر وانا. فموضوع زياده الدولار دوت وموضوع ارتفاع اسعار عالميا دي حاجه مش وحشه دايما، دي حاجه بالعكس هتساعدنا ان احنا في حاجتين. اول حاجه هيكون لينا ميزه، هيكون لينا ميزه يعني المستورد، وفي نفس الوقت هتخلينا اصدر اكتر سواء هصدر خدمه او منتج. ده شيء لا وبص الهامه برضو بدات ازاي وامتى ومساحه الارض والعمال اللي عندك قد ايه، التكلفه الماليه، يعني عشان نفهم الموضوع يعني كان سهل بالنسبه لك ولا كان صعب. هو انا بدات ازاي؟ الكلام الاول كفكره، لان يعني ما اعتقدش ان حد هنا يعرف شيبزان او حد يعرف شيبزان، بس ممكن يوريني نفسه غالبا. ماشي مفيش حد يعرف. عشان نوصل لفكره شيبزان نفسها خدنا وقت شويه. زي ما قلت في البدايه ان اي حد مثلا بياكل جمبري او اي حاجه بعد ما يخلص بياكل العيش ويرميه. طيب مفيش اي حاجه تترمي، اي حاجه الانسان بيتخلص منها ملهاش استبدال. اول حاجه لما جينا نبدا ما جاتش في دماغنا على طول ان احنا نعمل شيبزان، لان الشيبزان ده ماده عضويه بيتم استخراجها عن طريق عمليه كيماويه طويله شويه. اول حاجات في دماغنا ان احنا نشتغل في نستخدمها كسينات زي ما هي، او نستخدمها كعلاقه اللي هو اي حاجه بتتعمل في العلاقه. بس بتنبؤها ازاي؟ يعني الجمبري ده بيقف ناس معينين لا معينات. طيب رد عليك، يعني عاوزين نعرف رد عليك. طيب ممكن ارد عليك بس دينا فرصته، بس رد عليك بس الحته دي. هو اكيد احنا مش هندفع لكل بيت نجمع شويه مال. طيب بعد اذنك بس ديسكشن بس عايز. دلوقتي انت لو رحت تشتري سندوتش جمبري من اي حد من محل مثلا، طيب الجمبري ده اكيد مش هيجي لك بعيش هتاكله، ما هيجيلك سندوتش مثلا هتاكله اكيد من المحلات. لا المحلات نفسها ما غلطناش معاك، المحلات نفسها ما بيجيلهاش الجمبري بقشره. في مصر في اماكن تجمعات مخصوصه لحلقات السمك او بعض المدن اللي موجوده في مصر، بعض المدن الساحليه بتكون مخصصه ان هي تقشر فيها الجمبري. الجمبري بيتلم من مناطق الصياد في مصر وبيجي المستورد بيروح لحلقات السمك ديت يتقشر هناك. انا معاك حاليا في السوق كله بيروح كل الدلاجات، كل الدلاجات على دفع كله جنبها مواد تقشر.
انت هل هتروح غليون ولا هتروح بورسعيد؟ هتروح هنا في المزارع. انا مش محتاج اعمل سويس. انما هنا اصحاب السويس يقول لك بس الموضوع المحصول في جماعه عامل التجربه نسمعها هو نسمعها نسمعها يا جماعه فرصه. كل حته بكل وقت لو خاصه بيها، يعني حلقه السمك اللي انت بتقول عليها دي مش حاجه بسيطه. السويس السويس او غيرها، اي حلقه سمك في مصر. الحاجات دي بيكون في هناك تجار مصريين لو عمليه التأشيرة نفسها دي مش واحد او اثنين يعملوها. التجار دول نفسهم بيكونوا مثلا قالوا اصحاب الثلاجات من الاخر، بعد ما بيجيلهم الجمال دوت بيجيبوا ناس يأشروها. بيحاولوا يستفيدوا باي حاجه عشان يقدروا يعوضوا المصاريف او التكلفه اللي يدفعوها للناس اللي بتيجي تأشر. فبالتالي هم عندهم موارد دلوقتي اللي هو القش دوت. فبيضطروا يبيعوه. فهو من مصلحته ان هو يجمع القش وبدل ما يرميه الدهون انا بشتري منه الفلوس. كميه كافيه يعني. كمية كافية تقومك تقوم مصنع. عايز اقول لحضرتك ان في سنويا في 200 الف طن قش على مستوى مصر. احنا مصنعنا في الصوت بس بعد اذنكم. بالنسبه للمصنع بتاعنا احنا ما خدناش ارض خاصه بينا، احنا ما شفناش في الجزء ده بصراحه لان احنا الحاجات دي طويله بتاخد وقت طويل واحنا كنا عايزين نكمل. احنا حاليا واخدين مصنع في اكتوبر في منطقه صناعيه حته اسمها 300 الشباب. دي مصانع بتكون عباره عن اراضي 300 متر بتكون مبنيه بثلاث ادوار بتكون مناسبه فيها المرخصه في جامعات معينه. يعني احنا تصنيف كيماوي فبالتالي هي مشكله الاراضي والمصنع دي ما واجهتناش حتى الان. يعني عندك المكان؟ احنا عندنا مصنع بس احنا واخدينه استئجار مأجرينه لحد تاني. حد تاني؟ حد كان مش من الوقت يعني عادي ده رسمي. يعني وانت شركة ولا لوحدك؟ لا هو احنا شركة معانا اربعة فريق، احنا اربعة في الفريق الاساسي بالاضافة اللي معانا فريق كامل البحث الطبي كلهم من علوم وبايو تكنولوجي وزراعة شغالين دايما على التطبيق. بالاضافه للامنية. حجم المبيعات بتاعتك حجم المبيعات. هو حاليا احنا وصلنا 300,000 في الشهر بس ان شاء الله مستهدفين ان احنا في خلال ثلاث شهور هنوصل لعالم كام كتير 800,000 في الشهر. مهندسة مروة. مهندسة مروة ربيعي صاحب شركة حلول تكنولوجيا المنزل الذكي. والاثنين دولت مع دكتور خالد على مهندسة مروة ربيعي، مهندسة معمارية، خريجة جامعة أسيوط كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية، اتخرجت في 2011، بعدت خالص عن العمل الحكومي، فضلت إن أنا يبقى ليا العمل الخاص بيا، فالأول اشتغلت في الديكور والتشطيبات، بدأت آخد شقق ديكور وتشطيبات، ومن خلال شغلي لقيت إنه الشقق اللي بيسكنها الشباب حديثي الزواج شقق صغيرة بتبقى مساحتها 60 70 80 متر بالكتير لأنه ما بيقدرش ياخد شقق واسعة لأنها أصبحت غالية جدا وخصوصا عندنا في السوق أسعار الشقق غالية عدت المليون جنيه. فبالتالي الشقق الصغيرة المساحة دي أسعارها بتكون مناسبة ليه. لقيت الشقق الصغيرة دي بتبقى أوضتين وصالة فبالتالي الفرش التقليدي بتاعنا بتاع السفرة والصالون وأوض النوم الكتيرة اللي احنا بطبيعتنا كشعب مصري بنحب الفرش الكتير ما بتكفيش الشقق الصغيرة دي. فبدأت أفكر ازاي أعمل فرش يناسب الشقق دي وخصوصا العملاء بيعانوا منها وبيكلموني في المشاكل دي ان احنا الفرش بتاعنا مش بيكفي المساحات الصغيرة دي. فبدأت أفكر في فكرة الأساس الذكي. الأساس الذكي فكرته هو سمارت فرنتشر، هي فكرة موجودة على مستوى العالم ولكن مش مطبقة بشكل جذري عندنا في مصر وخصوصا في الصعيد. وهي فكرة استغلال المساحات بأكبر قدر ممكن. ازاي يبقى عندي فراغ مثلا مساحته 3 في 3 دي أوضة، ازاي أقدر أعملها ليفنج وأقدر أعملها في نفس الوقت مثلا أوضة نوم، وهي عن طريق بيبقى مثلا شغل هيدروليك في الفرش بحيث ان انا مثلا السرير بيتقفل على الحيطه وبتطلع مكانه بتنزل تحته كنبه بطريقه معينه يتضاف لها مثلا كرسيين تبقى عن طريق، وفي نفس الوقت السرير ده بيتفرد وبيبقى للنوم وبيتضاف له برده الدولاب كل احتياجات الاوضه بحيث انها تبقى فراغ للنوم. ممكن يبقى فراغ تاني للليفنج والسفره.
فبالتالي عن طريق طي الفرش دوا على الحوائط او على الاسقف حتى بقدر ان انا استغل الفراغ ده بقدر ممكن واوفر للعميل ازاي الشقه كلها يوفر فيها كل الفرش اللي هو محتاجه. البدايه كانت مجرد فكره، بعدها عرفت ان في جامعه اسيوط حاضنه كيمياء تكنولوجيه فتحت في اسيوط، بدات اقدم بالفكره بتاعتي للمجلس الاداري في الحاضنه. الحمد لله الفكره اتقبلت. بدات اخد بارتيشن في الحاضنه. طبعا الحاضنه وفرت لنا محامي بحيث ان هو يقوم باجراءات السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والحاجات دي كلها. الاداره ساعدتني في الاوراق الاداريه. في فريق عمل معايا، احنا شركه، انا مش لوحدي، مهندس تنفيذي ومهندس ميكانيكا معايا في الشركه بحيث ان احنا يبقى الفريق كامل ان هو يكون جاهز لعمل الفرش ده. بدات اصمم او قبل التصميم بدات انزل باستبيان للناس اعرف احتياجاتهم من الفرش تحديدا او ايه اكتر فرش هم بيحتاجوه عندهم في البيت. فبالتالي كونت المعلومات بتاعتي، بدات اعمل تصميم للفرش دوت وبدات في تنفيذه. عملت 2 بروتوتايب لفرش. اول حاجه عملت السمارت صوفا، هي كنبه بتقلب سريرين، عملت تصميمها، عملت ماكت ليها، بدات انفذها في جامعه اسيوط في ورشه هي تابعه لوحده نار التكنولوجيا، ونفذتها بالفعل. بس هي لسه برضو تحت التنفيذ، ما كملتش للاخر لان في مشاكل برضو في الميكانيزمات برضو مواجهاني. ده اول بروتوتايب بدات اعمله. في قطعة تانية الدينر تيبل، هي قطعة أساس ترابيزة بأربع كراسي أو 6 كراسي أيا كان، وهي الكراسي بتاعتها بتدخل تحت الترابيزة بتختفي تماما بحيث حضرتك مش بتحس إنها أصلا في كراسي، هي ترابيزة بس. التارجت للترابيزة دي هي المطاعم الكافيهات، في مطاعم وكافيهات كتير فتحت في أسيوط ومحتاجين الترابيزات دي بحيث توفر في المساحة، خصوصا إن هما مساحات المطاعم بقت صغيرة بحيث إن هو يقدر يوفر مساحات اكتر لاعداد الناس اللي هتيجي المطعم او الكافيه. كمان في تصميمات اتعملت ولكن مش بروتوتايب، اتعمل ليها مثلا مطبخ دائري، هو مطبخ بيبقى 360 درجه، بيلف 360 درجه، بتبقى قطره هو دائري، قطره 150 او 120 سنتي، بيبقى فيه كل الاحتياجات، بوتاجاز، الثلاجه، اماكن التوابل، كل مستلزمات المطبخ في الدايره. وبرده ترجت فيه الكافيهات والمطاعم بحيث ان هو يقدر ياخد مساحه صغيره من المطعم ويستغل باقي المطعم في الترابيزات. البروتوتايب اللي اتعمل ده طبعا كلفنا فلوس، الفلوس دي جبناها بالمجهود الذاتي، يعني احنا صرفنا عليها من جيبنا، ما استناش ان احنا جهه معينه تمولنا. ولكن برده احنا ما زلنا في حاجه للتمويل، طبعا محتاجه مكان كبير احط فيه اكتر من قطعه اساس، ما يبقوش قطعتين بس ثلاثه، لا محتاجه مكان احط فيه اكتر من قطعه بحيث الناس تبدا تنجذب للشغل ده. برضو محتاجه، هو اكثر حاجه التمويل الحقيقه. برضو يعني برضو دراسه الجدوى وخطه العمل والحاجات دي كلها برضو انا محتاجه يبقى ناس متخصصه تعمل لي الشغل ده. واخدت كورسات بس ما اقدرش ان انا اعمل دراسه جدوى كامله تفاصيلها لسنين قدام طويله، لانها طبعا مش مجال عملي. ممكن يبقى عندي معلومه لكن ما اقدرش اعمله. بس دي فكرتي باختصار وشكرا. يعني برضه يهمني ان احنا نوجه الشكر لحضانه جامعه التكنولوجيه في اسيوط، ويمكن انا ساعدت وانا محافظ الالوبيه ان انا تقابلت معاهم عندي في المكتب، كانت موجوده برضه معانا الدكتوره عبله اللي جابتهم، وكان نفسنا نطبق الفكره واخترنا مكان يعني، بس ما الوقت ما سمحناش ان احنا نعملها. لكن يعني كون ان جامعه اسيوط تهتم انها تلبي الدعوه وتجينا لغايه الالوبيه، فكانت دي يعني، وكان نفسي ازور المكان النهارده يعني، لكن ان شاء الله في مره ثانيه ان شاء الله. لكن بنوجه لكم الشكر، ويا ريت برضه تكملوا بقى الدور ده وتساعدوهم. عندكم كليه التجاره، ممكن حد اللي بيعملوا لهم دراسات الجدوى يعني تبداوا معاهم، وطبعا الجهاز موجود وعندكم اماكن التمويل وايه الفرص. ممكن اتكلم بخصوص الموضوع ده؟ هو انا بالفعل قعدت مع خريجين من التجاره عشان يساعدوني او هم يشتغلوا دراسه الجدوى، مفيش مشكله ان هم ياخدوا فلوس عليا، ولكن هم مش على درايه بيها اصلا. ولو رحت جبت حد خبره متخصص يعمل لي دراسه جدوى
يعني انا سمعت ارقام 30 و40 الف عشان يعمل دراسه جدوى سنوات طويله. فبالتالي انا كمبتدئ او كرائد اعمال مبتدئ لسه منشاه صغيره، بالتالي مش هقدر ادفع مبلغ زي ده، فمحتاجه حد يكون صغير في السن ويبقى برضه عنده خبره يعمل لي حاجه زي كده. اه الحاضنه عدتها بصوت كتير الحقيقه، ما اقدرش ان انا ارد عليهم باختصار كده. لا دي واحده لحد ما نوصل معاك للبزنس بلان وحولات دراسه جدوى ونشوف نجلس التمرين مع بعض. فارجو حاجات مقصوده اه مقصوده ارجو الناس اللي جايه المكتب يجي حالا واخليك كونتاكت معاهم. شكرا جدا لحضرتك. شرفنا في المكتب ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. دكتور خالد عايز اقول لك بس اصل دراسه الجدوى دي ساعات بعبع الناس بتخاف منه بزياده. اولا دراسه الجدوى اللي هي 3 و5 و7 سنين دي الاحصائيه بتقول 99.9% من الشركات ما بتعرفش تحقق دراسات الجدوى بتاعتها. يعني بتقدم دراسه الجدوى على مستوى العالم مش في مصر. بتعمل دراسه جدوى وتيجي في التنفيذ الدنيا بتطلع حاجات تانيه. 99.9% من الشركات اللي بتقدم دراسات جدوى ما بتلتزمش بيها، مش باختيارها، لان الدنيا بتتبلور وانت ماشيه. فانت يكفيكي دراسه سنه مثلا قدام، سنه قدام، وبعد كده هتفهمي حاجات اكتر، هتعملي حاجه معقده اكتر بعد كده. لو حاولتي تعملي 5 سنين ملوش لازمه، بس افهمي اول سنه دي انا عايزه انتج ايه لمين؟ ابيعه لمين؟ انتجه بكام؟ محتاجه تمويل قد ايه في السنه الاولانيه دي؟ وتعدي السنه الاولى بخير هتلاقي الدنيا فتحت معاكي. فما ما هواش بعبع ومش محتاجه مساعده صدقيني. انا مش بشتغل على فكره يعني انا خشي شوفي ايه مكونات هو انت هتختاري المكونات بتاعتي كذا بتكلفني كذا هبيعها بالسعر الفلاني مين السوق بتاعي عايز ابيع له بكام يعني كلها لو انت ما عملتهاش ما حدش هيعرف يعملها لك. انا ما اعرفش اعملها يعني اعرف اعملها لو قعدت تفرغت وفهمت ان انت بتعمليه المفروض ان انت فاهماه اكتر مني واكتر من اي حد عندهم حتى. ليه انت محتاجه مساعده في ايه؟ ارقام ولا جمع وطرح ولا ايه؟ ما انا مش عايزه اعرف مشكله ان انا حاجه تتعمل اجي امشي عليها بص الاقي نفسي بخسر. لان انا عايز تبقي مسؤوليه على حد في الاخر انت المسؤوله. حد عمل لك دراسه الجدوى هتفتكري هو اللي هيشيل المسؤوليه؟ مش طبعا لازم حد بيفهم كويس قوي فيها مش اي حد هيفهم المعلومات اللي انت عايزاها. مش حد هيبقى فاهم المشروع حد لا ما بالظبط انا هقعد معاه هديله كل المعلومات اللي عندي. السؤال الاولاني يعني البدايه هتبقى كل المعلومات الفنيه هتبقى عندك انت بالظبط. احنا هنمشي معاك خطوه بخطوه عشان نوصلك للمتين ومدير المكتب هو انا قلت له وهيتواصل معاك عشان نبدا نساعدك خطوه تمام. بس الاساس في الموضوع دماغك انت دي حقيقه دي حقيقه ولكن محتاجه انه هيبقى فيها اكتر مني في طريقتها. انا طبعا هديه المعلومات الفنيه بتاعتي صح ده الطبيعي ده اللي هنساعده. لكن انا بشتغل وبشتغل كمان في سيكتور الديكور والتشطيبات بقى كمان كتير جدا على فكره في الميكشر ولكن فانا مش واقفه انا بشتغل يعني حتى في مجال الديكور والتشطيبات شغاله بس ان انا ما زلت برضه بشتغل في سيكتور الديكور والتشطيبات هو السيكتور بتاعي اصلا يعني ده شغلي الاساسي بحيث ان هو بيديني تمويل اقدر ان انا امشي بيه السمارت فرنتشر. طبعا هو مش التمويل اللي هو ولكن برضه مش هقفل الشركه لا ما زلت مستمره حتى لو كان في خساره في خساره كبيره طبعا ما يعني ما اقدرش انكرها ولكن قدامها في مكاسب قدام كتير هتتحقق من خلال ان انا اقدر انفذ المشروع على ارض الواقع. اقول لك بس حاجه مهمه عشان دي بشوفها برضو كتير. مش لازم الشركات بالذات في المراحل الاولانيه تعمل المنظومه كلها. يعني انت واضح تخصصك نقطه القوه اللي عندك هي ديزاين. دي شطارتك. دي غير التصنيع. طبعا. والتصنيع غير التسويق. فقد يكون تلجئي لحد مصنع انت تبقي ديزاينر وتروحي المصنع يصنع لك وتروحي لواحد تالت عنده معارض وبتاع يبيع لك. يعني ما مش لازم تاخدي التجربه كلها من اولها لاخرها ها لوحدك.
ما هو انا معايا شركاء ومعايا ناس كمان تاني في ناس شركاء بكلمك بارتنرشيب، يعني اعملي شراكات مع السوق اللي انت فيه. التصنيع ده عباره عن مكن ومش عارف مناشير وبتاع ومخارج وتكلفته عاليه. انت شطارتك مش في ده، انت شطارتك في الفكره وازاي اصمم وازاي اعمل. استثماري فيها اكتر لان هو ده نقطه قوتك، دي حاجه نقص وكويسه. مش شرط انك تكوني شاطره في الصناعه. لا طبعا اكيد مش هقدر اعمل كل حاجه، انا مش وانا مش مجالي كل حاجه، مش مجالي التصنيع، مش مجالي التسويق، لكن في ناس بالفعل بارتنر زي ما حضرتك بتقول بتسوق، في ناس في التصنيع في مجال، بس برضه لسه على صغير ما فيش ال معلش ما فهمتيش اللي اقوله، انك ركزي في هذه المرحله انك طوري نفسك في الديزاين وهو ده المشروع بتاعك، خد بالك؟ واللي بيصنع الديزاين بتاعك ده حد تاني خالص، بتعملي معاه بقى الديزاين، يبقى انت شركتك بشركائك او لوحدك تصميم، ومصر ناقص فيها التصميم بكل اشكاله، افكارك بان المساحه الصغيره تقدري تخلقي منها حاجات كتيره فاسدة، هو ده التميز بتاعك. بصي هي اي صناعه تبقى خالد شنكل يعني، هو الدكتور خالد يوسف متركزي على جزء من سلسله القيمه بتاعت الصناعه دي على الحاجه اللي انت بارعه فيها. هو شايف ان في بلعه في التصميم، فلو ركزت في الفاليو تشين على التصميم ممكن تعمل فيها قيمه مضافه كبيره. ده اللي شايفه. شكرا لحضرتك. في بقى قبل بس ما نقفل يعني لازم نسمع الاستاذه اماني برضه. لا ما ايوه لسه معانا اسماء، قبل ما نروح لاسماء في سؤال كان او مشكله عند محمد عند موسى ان قالوا له ما فيش مصانع تدوير المخلفات ما تبقاش جوه المناطق الصناعيه، فهل دي هيبقى لها حل عند حضرتك في هيئه التنميه الصناعيه ولا الموضوع ده ما يفكرش فيه؟ مصانع تدوير المخلفات ميكروفون يا مخلفات عضويه. طب انا بقول لحضرتك يعني مصانع تدوير المخلفات بصفه عامه هو مش شرط يعني ممنوع في المناطق الصناعيه، ولكن احنا بنتكلم على يعني انواع كثيره من المخلفات، في مخلفات طبيه وفي مخلفات عضويه وفي مخلفات بلاستيكيه وفي مخلفات معدنيه زي الكنز بتاعت البيبسي والحاجات دي كلها، وفي مخلفات صناعيه. فالنشاط اللي بس استاذ موسى كان يتكلم عليه انا اتكلمت يعني معاه قبل الجلسه، فاللي انا فهمت منه ان هو مخلفات عضويه. فالمخلفات العضويه في الحقيقه لا تقع تحت يعني طائله المناطق الصناعيه، لان المخلفات العضويه زي مثلا مقالب الزباله والحاجات دي كلها دي برضه بتبقى فيه جزء منها مخلفات عضويه، فدي بتبقى تحت يعني سلطات المحافظه. هي اللي بتخصص له المكان والمحليات اللي يقدر يقيم فيه هذا النشاط. شكرا. قريب من مكان يعني كده حضرتك انا ما بروحش للمناطق الصناعيه وما بقدرش منهم. بالنسبه للمخلفات العضويه. طيب ما هو في مشاريع عاملها هم في المنطقه الصناعيه نفسها؟ يعني في مشروع تدريب معمول داخل المنطقه الصناعيه؟ اه مخلفات عضويه ومخلفات صناعيه. كتاب على لازم افادها الاول ما بين المقصود بكلمه تحويل، هو اللي بيحصل خلط في الموضوع، في فرق بين مصانع التحويل وده. لو سمحت يا جماعه اسمع اسمع، جت عندنا طالبه انها تجمع القمامه، سواء تعمل ديزل او سرب من القمامه، وده بيترفض لاسباب محدده، وهو ان المنطقه الصناعيه ايا كان تقسيمها فانت في النهايه ما بين شارع بيفصل بين منطقه ومنطقه 20 متر، مش هيمنع الوضع البيئي، انا عايز على الاقل 200 متر بينهم وما بين اقرب مصنع، فدايما النوع اللي هو فيه قمامه او تجميع قمامه او حاجات طبيه ملوثه او هو ده مشكلتي فيه، لانه ده عشان انا ابعد عنه اقرب مصنع 200 متر فانا ضيعت الجهات كلها. لكن انا عارف والله انا سمعتك وفاهم ان انت موضوعك مختلف تماما، هو اللي حصل عندك ان هو الموضوع اتفهم غلط،
الصناعة اللي بتتكلم عليها حضرتك والمخلفات اللي بتتكلم عليها حضرتك هي مخلفات تدخل ضمن الصناعة لو جيت عندنا احنا شخصيا هنوافق على الكلام ده وهن شاء الله نطلع ضمن الصناعة. يعني جينا تيجي اصيله؟ انا ما عنديش مشكلة يمكن انا وقت الفكرة عايز اقول لحضرتك احنا حاطين انا لا مليون تليفون كمان مش عايز اقول لحضرتك احنا حاطين وحاطين دلوقتي في وزارة الاستثمار والتنمية المحلية النهارده طلبت نفس الكلام ووزارة البيئة مع التخطيط طلبوا مننا بهذه الصناعة التحولية وأرسلت الفرص اللي هي بتعمل أساسا على المخلفات الزراعية سواء كانت أشجار، حطب، بوس، كل الكلام صناعة خبايب، صناعة المدافع، علف حيواني، الكومباست، كله ده يدخل ضمن الصناعي واحنا عاطينه كفرص لأن الحاجات دي المكونات دي عندي أنا الأول بشوف الخامل فيها، لما يبقى عندي مثلا زيادة في البصل، زيادة في الطماطم، زيادة في الحاجات دي انا بعمل عليها صناعات بعتها كفرصه استثماريه عشان استفيد ما يبقاش عند الزراعه بتتغير ده الفكر بتاع المحافظه تبقى صح الفكر الصناعه الفنيه اللي هي تقول الصناعه دي تشتغل ازاي وكميتها ومساحتها دي التنميه الصناعيه ده حقيقي يعني هي الناس اللي واقفه لكن انا عندي خام اللي هيتخلف عن الخامه ده حاجه هتتصنع ما لهاش علاقه خالص بالقمامة القمامه دي حاجه ثانيه ولذلك الرفض بيبقى على انه مشروع صناعي لتحويل قمامه او بتاع لا هو ده الخط البحث لكن احنا عندنا الفرص دي موجوده واهلا بيك لو حابب تتعصب. طيب شرف بحضرتك يعني دكتوره كده انا اروح للمنطقه الصناعيه زي ما الاستاذ مع الاستاذ يقول اصل الاماكن بتختلف. لا هو المسمى يعني الناس بتفهمه غلط واحنا برضه عندنا ناس كلمتها غلط. طب انا عندي حضرتك يعني حل طارئ وانا بكلم حضرتك. ايه رايك لو احنا بدل ما نكتب مشروع تدوير مخلفات نكتب مصنع اسمدة عضوية؟ هيبقى مسمى كويس. لا هو حضرتك اللي بتقول لان كلمه تدوير مخلفات واقع تحت منها اكتر من نوع يدخل حتى في التحسين البيئي لازم اقول لك خلي البيئه توافق الاول. هو ما فهمش القصه دي المخلفات.